جولة الصحف المغربية لبداية هذا الأسبوع نبدأها من يومية المساء وهذا العنوان: الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تحذر الحكومة من رفع أسعار الزيوت والمحروقات. وتكتب المساء: نبه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى استمرار انعكاسات الأزمة على مناصب الشغل وارتفاع معدلات البطالة وتعميق مظاهر الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في غياب مواكبة وإجراءات عملية وناجعة لحماية الفئات الهشة المتأثرة بتداعيات الأزمة، مطالبا في الوقت ذاته بدعم القطاعات التي ما زالت في فترة توقف. أما جريدة الصحراء المغربية فعنونت: لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق على مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية. وفي التفاصيل قالت اليومية عن وزير الاقتصاد والمالية قوله: إن الحماية الاجتماعية في مدلول هذا القانون الإطار تشمل الحماية من 4 مخاطر: تهم مخاطر المرض والمخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها الحماية من هذه المخاطر والمخاطر المرتبطة بالشيخوخة، فضلا عن مخاطر فقدان الشغل. ونختم مع الأحداث المغربية. لفتيت يقول: مشاريع القوانين التنظيمية المؤثرة للانتخابات تروم ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية. وزير الداخلية أكد حسب اليومية أن تحقيق هذه الأهداف النبيلة يبقى رهينا بمدى استعداد كافة الفاعلين السياسيين لتغليب الصالح العام على المصلحة الذاتية أو الفئوية.